شتي هاد اللعابه دابا ديال اتحاد طنجه كون زدت عندهم وخليت الاسباس في ظهري كون عطاوني واحد ثلاثه ولا اربعه هما لانه عندهم واحد الطريقه ديال لعيب خاصه ملي تدرسهم في الفيديو وتتشوف الفرص اللي تيخلقوا والاهداف اللي تيسجلوا كلها الكره عند الخصم الكره عندي انا تياخذوها ليا تيتحولوا بسرعه للهجوم تيمشيو تيخلقوا مشكل الوقت اللي انا ما خليتش الاسباس في ظهري ووقفت وخليت لهم الكره راه بقاو تيلعبوا المدافعين بيناتهم دونك صعيب يلقاو حلول لانه طريقه اللعب ديالهم هي هذه حنا درسناها كنا متوفقين فيها لانه ممكن انك راه درس الخصم وتعرفوا كي تلعب ولكن الوقت اللي غتلعب ضده ما غتنجحش اليوم كان التوفيق حليفنا ونجحنا انه نبعدوهم من الخطوره ديالهم لهذا بانوا يمكن المستوى اللي شفتيه انه بعيد لهذا فاحنا حاولنا ما امكن انه دائما الكره تكون عندنا عند المهاجمين ديالنا ونخليو كثافه عدديه في وسط الميدان باش ما نخليهمش يمشيو من نقاط القوه ديالهم وخلينا لهم الكره لانه اتحاد طنجه كيف شفتوا اليوم خلينا لهم الكره فكان صعيب انهم يبنيو وانهم يسجلوا كانت محاولات قليله تنظن انه النقطه كنا في امس الحاجه لها قدرنا انه ننجحوا وناخذوها مع الطرد ديال سفيان شرف ما غامرناش اكثر لانه يقدر يجي هدف مباغت اللي يمكن انه يخلق لنا مشاكل في المباريات المقبله لانه نقطه التعادل كانت تطردينا فرغم الطرد ما غامرناش بقينا لاعبين بطريقه اللعب ديالنا اللي مشينا بها كان ممكن تكون مغامره لو خالد صاروخ ما شعرش بالاصابه فكنت غادي نخليه ونزيد مهاجم لكن لما خالد صاروخ شعر بالاصابه فانا بان لي انه من الاحسن ما نغامرش ونكمل بنفس الطريقه كان بامكاننا نسجلوا هدف ما توفقناش ولكن تيبقى انه راضي على القتاليه ديال اللاعبين وعلى الاداء ديالهم ونتمنى حد اوفر الفريق اتحاد طنجه.